أهلا بكم مشاهدينا من جديد. أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده لن تسمح بأن تتسبب معركة الموصل في دماء ونار بالمنطقة لما سيترتب عليها من صراع طائفي، وذلك على خلفية الإصرار التركي على البقاء شمال العراق والمشاركة بالمعركة المرتقبة. ودعمت الإدارة الأمريكية موقف بغداد الرافض للوجود العسكري التركي، مشيرة أن ذلك يجب أن يتم بعد موافقة حكومة بغداد والتنسيق معها تحت مظلة التحالف الدولي. محمد دغيم والمزيد من التفاصيل. سنشارك لا لن تشاركوا، طغت هاتان العبارتان على المشهد المتأزم بين حكومة بغداد والحكومة التركية في الأسابيع الماضية على خلفية إصرار تركيا على المشاركة في معركة الموصل وإبقاء قوتها في معسكر بعشيقة، وهو ما ترفضه حكومة بغداد المدعومة من إيران. وبعد يوم من مطالبة أردوغان للعبادي بأن يلتزم حدوده، يطل مجددا ليؤكد بأن تركيا لن تسمح بأن تتسبب معركة الموصل في دماء ونار بالمنطقة لما سيترتب عليها من صراع طائفي، في إشارة إلى نية الحشد الشعبي الشيعي التمدد في شمال العراق بإيعاز من إيران. في ذات السياق، جدد نائب رئيس الوزراء التركي نعمان غورتورموش تصميم بلاده على المشاركة في معركة الموصل، ونفى أن يكون لتركيا أطماع في سوريا أو العراق، وذلك ردا على الاتهامات التي تخرج من حكومة بغداد والحشد الشعبي. وآخر ما خرج منهما تصريحات للعبادي يسخر فيها من أردوغان قائلا إنه سيحرر أراضي العراق بالجنود لا عبر سكايب على حد وصفه. أما الحشد الشعبي فكان قد هدد بسحق خد أردوغان على حد تعبيره، وهي نقطة في بحر الانتقادات اللاذعة التي تصدر منهما. اللافت في المشهد الحالي هو دخول أمريكا على خط الاشتباك السياسي، حيث أعربت واشنطن عن دعمها لموقف بغداد من وجود تركيا العسكري في شمال العراق. وأكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية جون كيربي أن جميع القوات الأجنبية في العراق يجب أن تكون هناك بعد موافقة حكومة بغداد وبشرط التنسيق معها وتحت مظلة التحالف الدولي. وفيما تصر تركيا على موقفها بحصولها على ضوء أخضر لدخول شمال العراق بناء على طلب الحكومة، تنفي الأخيرة ذلك، ويبقى الجدل قائما في الروايتين الرسميتين لكل من بغداد وأنقرة. فإلى أين ستسير الأمور، خصوصا بعد أن أعلنت وزارة الدفاع العراقية بدء تحريك قطعاتها العسكرية باتجاه الموصل؟ أجدد الترحيب بالسيد يوسف كاتب أوغلو، كاتب ومحلل سياسي من إسطنبول، معنا. أهلا بك من جديد. وأرحب بعبد الأمير طارق، كاتب ومحلل سياسي، انضم إلينا مباشرة من عمان. مساء الخير، وأبدأ معك سيد طارق. طبعا إصرار بين تركيا وحكومة بغداد، اليوم أردوغان يؤكد بأن تركيا في طريقها إلى الموصل وستشارك في هذه المعركة. أمام هذا، ماذا لدى حكومة بغداد إن كان قانونيا أو سياسيا؟ ماذا ستفعل وعسكريا أيضا؟ شكرا جزيلا لك ولكل ضيوفك. حقيقة احنا مقدما نقول ان العراق لا يمتلك اي سيادة ولا يستطيع ان يحرك ساكن تجاه اي تدخل. انا استغرب للحكومة ولتصريحاتها. اليوم البلد بعد أن كان بلد محصن من كل الجوانب لغاية 2003، اليوم بلد لا سيادة له، وتعبث به مخابرات معظم الدول، وتتدخل في شؤون الدول الإقليمية، وتتدخل في قرار تشكيل الحكومة، وفي أدنى وأكبر قرار تتخذه الحكومة. الغريب أنه الحكومة العراقية، يعني أنا في تقديري غير صادقة في كل ما تقوله، سواء كانت طالبة من تركيا أو غير طالبة من تركيا التدخل، بس أنا أجزم أنه الأتراك لم يتدخلوا لولا هناك طلب عراقي، سواء كان من حكومة أربيل أو من حكومة بغداد. نعم. الجانب المهم، الحكومة لها وجهين. يعني الغريب اليوم أنه التدخل الإيراني واضح بشكل كبير، واضح في كل جوانب الحياة، واضح في التدخل في كل شيء،
والإيرانيين يخترقون الحدود لا أحد يتحدث معهم. وسبق وأن قبل أيام تحدث مستشار علي خامنئي ويقول عادت الإمبراطورية الإيرانية، يقصد على إمبراطورية إيران وعاصمتنا بغداد، ولم يجرأ العبادي ولا غير العبادي بالرد على هذا التصريح. سيد عبد الأمير، بالنسبة لمنطق حكومة بغداد تقول يعني هذا هو رأيها، يعني تقول هي حكومة وتطلب قوات، وإن كان حتى الدخول الإيراني هو بإذنها وبموافقتها. أنا لا أعتقد هذا الحديث، يعني إيران تتدخل سواء وافقت حكومة بغداد أو لم توافق حكومة بغداد. والحقيقة كل الذين يتدخلون بضوء أخضر أمريكي، والأمريكان غير صادقين في كل ما يقولوا. يعني الأمريكان يعطون الضوء الأخضر ويحبون أن تستمر المشاكل. اليوم أنا أقول لك كعراقي، مثل ما متدخلة إيران وما يعترضون عليها فلتتدخل تركيا، أما كإنسان عراقي أنا أرفض أي تدخل أجنبي سواء كان أمريكي أو تركي أو إيراني. وهناك جيش بإمكانه أن يعيد المناطق، وبالذات الموصل تمتلك من الرجال الذين يمتلكون الخبرة العسكرية العالية. لتترك الدولة كل هذا أهل الموصل أدرى بشعابها وبفروعها، وبإمكانهم إعادة محافظتهم بدون أي ضرر يحصل لهم. أما إذا تدخل واضح زيد عبد الأمير، واليوم نرى عبر التصريحات لكل الميليشيات تهدد أهالي الموصل ويقولون نريد أن نثأر للحسين. ما علاقة سيدنا الحسين بأهل الموصل؟ هل أهل الموصل هم اللي قتلوا سيدنا الحسين؟ هذه افتراءات على هذه المحافظة. نعم واضح سيد عبد الأمير طارق. أذهب إليك سيد يوسف أوغلو، اليوم الولايات المتحدة يعني تحدثت بالنسبة لهذا الموضوع ودعمت حكومة بغداد في رأيها، وقالت على تركيا أن تنسحب من العراق وأن تشارك بالنسبة لمعركة الموصل برضا حكومة بغداد وبالتنسيق معها. تركيا ألا يقلقها هذا الدعم الأمريكي؟ مساء الخير مرة أخرى وتحياتي لك ولضيفك من عمان. تركيا معنية بما يحصل في المنطقة. تركيا الآن هي تحارب الإرهاب ومتمثلا بداعش. الموصل هي عاصمة داعش، والموصل سقطت منذ شهر 6 عام 2014، ومنذ ذلك الحين وإلى عام 2016 وداعش تتمدد باتجاه سوريا ثم باتجاه تركيا، ونفذت عمليات إرهابية في مطار اسطنبول وفي أنقرة. لذلك تركيا معنية بما يحصل في المنطقة، وتركيا هي لا تتصرف من تلقاء نفسها، هي تتصرف وتتفق باتفاقات استراتيجية مع دول التحالف ومنها العراق. وقد جاء العبادي في يوم 23 ديسمبر عام 2014 طالبا المساعدة من تركيا، وهذا تم تثبيته بشريط فيديو مؤكد بالصوت والصورة، واليوم تم إعلان هذا الفيديو الآن بناء على طلب الطيب أردوغان أمس رئيس الجمهورية التركي، عندما قال سنعلن كيف هو الذي طلب هذه القوات لمساعدة العراق في دحر داعش. الآن يأتي ويقول تركيا دولة محتلة وتركيا هي دخلت بدون أي طلب، هذا كلام مرفوض بداية. ثانيا تركيا هي معنية بأمن واستقرار المنطقة، العراق يعيش في انقسامات سياسية وليس له سيادة فعلية على الحدود المتاخمة لتركيا. هنالك تهديد حقيقي متمثل في داعش. عندما يكون هنالك تحالف ل 63 دولة متواجدة في العراق لمحاربة الإرهاب، وتركيا هي المعني الأساسي في محاربة الإرهاب لأنه لديها حدود مشتركة مع العراق 350 كيلومتر، بينما معظم الدول الموجودة في التحالف هي ليست دول لها حدود مشتركة مع العراق أو على الأقل معظمها. تركيا هي معنية بمحاربة الإرهاب وداعش، ليس لديها أي أطماع في المنطقة. سببان رئيسيان للتدخل التركي الآن ووجوده في قاعدة بعشيقة، الهدف الأول محاربة الإرهاب متمثل بداعش والجماعات الكردية المسلحة، والسبب الثاني هو المحافظة على عدم أن يكون هنالك تطهير للمنطقة من أي تغيير ديموغرافي. يجب أن لا يكون هنالك تهديد لأهل الموصل، 2 مليون إنسان يجب أن لا يتركوا ويهاجروا بحجة القضاء على داعش ومحاربة داعش. تركيا هي تحاول وتنذر وتشدد أنه يجب أن يكون هناك تعاون بينه وبين العراق، وأن لا يكون هناك استدراج لما يسمى بالون الطائفية.
هذا البالون الطائفي هو سيكون مبرر لتدخل القوات الأجنبية وتقسيم المنطقة، ليس فقط العراق، العراق وسوريا وربما تركيا، وبالتالي الأمن والاستقرار هو الهدف الرئيسي لتدخل تركيا ومحاربة طيب. داعش في الموصل. سيد عبد الأمير طارق، يعني هناك جدل طبعا بين تركيا وحكومة بغداد حول هذا الاتفاق لدخول القوات التركية إلى العراق، يعني تركيا تقول يوجد اتفاق، حكومة بغداد تقول لا يوجد، ومع هذا العبادي قال بأنه سيقدم الأدلة، لديه الدليل، يعني لماذا لم تقدمه حتى الآن؟ لأنه بغداد ما عندها الدليل وتركيا لديها الدليل. يعني العبادي مثل ما تفضل أخي اللي سبقني بالحديث، العبادي زار تركيا وطلب مساعدة تركيا في عملية القضاء على داعش. اليوم لأنه القرار الإيراني لا يسمح ولا يريد أحد أن يأخذ الدور سواه، فطلب من حكومة بغداد أن يكون هكذا. أنا أقول لحكومة بغداد الآتي، إذا أنتم فعلا جادين في تحرير المدينة دون أي تدخل، فلا تسمحوا بتدخل لا إيراني ولا تركي. إذا ما تدخلوا إيران فأنا متأكد أنه السيد أردوغان سيسحب قواته. بل فلكن عندما يوجد تدخل إيراني، أنا أقول لك الآن أهل الموصل يعيشون في خطر ويطلبون النجدة من كل العالم، لأنه يتوقعون ما سيحصل معهم، عملية غير طبيعية، وبدت اليوم الميليشيات وفصائل من الحشد ومن جهات أخرى تهدد أهالي الموصل وتربط العملية مثل ما يعني على ذكر أهالي الموصل سيد طارق، الحشد الشعبي يقول على ذكر أهالي الموصل في هذه النقطة، الحشد الشعبي يقول بأن يعني بين قواته 20,000 من أهالي الموصل. عشرين ألف من أهالي الموصل، نعم، هل هذا صحيح؟ السؤال إليك سيد عبد الأمير. أختي العزيزة، هم طوعوا من العشائر، ولكن أنا أقول لك بكل صراحة ومن خلال منبرك الحر، كل أهالي الموصل سحب منهم السلاح من قبل داعش، وسحب منهم السلاح من قبل الحكومة، والآن مجردين من أي شيء. وإذا اشتركت فصائل الموصل اللي تسمى حشد شعبي أو حشد عشائري لن يكون لها دور. إذا فعلا الحكومة جادة في أن تحرر الموصل بدون أن يحصل تهجير وبدون أن يحصل أي حالات إساءة لأهل الموصل، فليتركوا تحرير الموصل لأهل الموصل، وأهل الموصل مثل ما قلت لك هم قادة العراق في الجيش العراقي، وهم من شاركوا في كل حروب الوطن العربي، وهم رجال العراق الذين قادوا العراق في معركة قادسية صدام. اليوم إيران تريد تنتقم من الموصل لهذا السبب، ليعلم كل العالم أنه عملية الموصل ستدخل فيها مساومات وستكون فيها عملية انتقام غير طبيعية، وعلى العبادي أن يقبل بتدخل أي دولة إذا تدخلت إيران وتدخل الحشد الشعبي. طيب. سنتابع هذا الملف أهل الموصل أكيد سيد عبد الأمير طارق، سنتابع هذا الملف في الأيام القادمة. أعذرني على المقاطعة، انتهى وقتي. أشكرك عبد الأمير طارق كاتب ومحلل سياسي، كنت معنا مباشرة من عمان. شكرا ليوسف كاتب أوغلو الكاتب والمحلل السياسي من إسطنبول، كنت معنا مباشرة. شكرا لكم مشاهدين الكرام على طيب المتابعة، في أمان الله.